عمار، هلا يا بابا. ابغاك في موضوع. خش وقفل الباب وراك. ابدا كلامي في تحية الاسلام، سلام عليكم وعليكم السلام. هلا اسمع رابي، انت وهو وهي، معكم عمر خليل سيف الدين زرادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. يا طفولة عمر، أقوى سلسلة في اليوتيوب وأكثر سلسلة مطلوبة في التعليقات. إن شاء الله في شهر رمضان الفضيل ناوي أنزل لكم حلقات قصص مرة كثير، فاشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ويلا بينا نخش في القصة. بشاراتكم وعصيراتكم، جهزوا بشاراتكم وعصيراتكم واضغطوا زر اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وخلونا نخش في الحلقة. يلا اليوم عندنا قصة جدا مهمة، ما هي قصة قد ما هي تجربة في حياتي، مرت فترة زمنية من حياتي تعلمت فيها أشياء مرة كثير، وأنا عارف إنه الفيديو هذا على قد ما حيضحككم لأنه حيفيدكم. بدأت القصة تقريبا في عام 2016-2017 لما أبويا قال لي عمر أتوقع إنه حان الوقت. عمر، عمر، هلا يا بابا. أبغاك في موضوع. خش وقفل الباب وراك. صلي على النبي يا أبوي. أنا المذنب الخطاء والعفو واسع، ولو لم يكن ذنبا لما عرف العفو. العفو والسماحة وسمعنا. كل عام انت بخير يا ابوي. عمر، اجلس اجلس. طيب طيب قفل الباب وراك. طيب 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 احس انه الوقت المناسب جاء. وقت ايش يا ابوي؟ اتناقشت مع امك ووصلنا لقرار انه هذا الوقت المناسب اننا نخليك تسافر وتتعلم انجليزي. اسمح لي يا ابوي، هذه ما هي تربيتك ولا هذا اللي علمتني. انا لا يمكن، لا لا يمكن اسافر واسيب البيت. كيف اسيبك؟ كيف اسيب امي؟ المقاهات هي من حجيب لا 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 يمكن اسافر واسيبك يا ابوي. اي والله انك صدقت، والله ما نستغني عندك. ما ادري عن امك، هذه هي افكارها الغريبه اخر كم يوم. خليك معانا في مين بيجيب لنا المقاضي. والله اني ما فكرت في الموضوع. خليك معانا يا ولدي، ما نستغني عنك. يعني انت ما كنت تختبرني جالس؟ انت ما انت جالس تختبرني؟ من جد؟ متى؟ فين حسابي؟ فين؟ حسابي يختبرني؟ والله من جد ابوي طلع صادق، ما يبغى قاعد يمارس علي احد الاختبارات، يبغى يسفرني من جد. ووقع الاختيار على برايتون في بريطانيا، وبعدها بكم يوم اتجهنا لمكتب السياحه عشان نطلع فيزا او تاشيره. والاخوان الطفرانين اللي ما يعرفوا شيء التاشيره، التاشيره هو الشيء اللي يسمح لكم انكم تخشوا الدول اللي حتسافروا لها. انا كنت طفران زيكم، كنت احسب انه الوضع سهلات، اركب الطياره واروح. طلع لا لازم تطلع تاشيره. وتجربة التأشيرة تجربة مرعبة، عاد يدخلوك غرفة ويبدأوا يحققوا معاك، يعني حتى أبوك ماله صلاح، أمك ما تدخل لحالك الغرفة وتقعد يسألوك بعض الأسئلة. من أنت؟ ولماذا تريد السفر إلى بريطانيا؟ ها طالع في عيني. Hello gentlemen, I have a few questions here I would like to ask. Let's start with what's your name? Name? My name is خالد. My name is عبدالله. My name is عمر. عمر. Yes. Sorry. Umar. How old are you, Umar? Eleven years old. Tell me more about you, Umar. Like, what do you do usually in your free time? Hobbies? Number one, football. Number two, swimming pool. Very good swimming pool. دقيقة دقيقة. هي يا أمي، وصلت أمي خلاص. يا ماما جبت طماطم أمس، خلاص خلص. طيب يلا مع السلامة. مع السلامة ماما. Okay, moving to the next point. Have you ever used a gun?
Gun? Yes, a gun. Ah, gun. Boom, boom, I know. Me, number one, gun. Very good, Call of Duty. You know Call of Duty? Are you a criminal? Huh? Crim... دقيقة دقيقة. أمي، البريطاني اللي في القنصلية يسلم عليك. يقول يبقى كريم كراميل. Excuse me, could you put your phone down, please? Okay, okay, sorry, sorry. Have you ever killed someone before? Are you a killer? Me, no English. Security? دقيقة دقيقة. والله يا شباب ما افتكر انا ايش قلت في هذيك الغرفة، فعلا الوضع كان متوتر جدا، وافتكر اني كنت اتمتم ومتوتر كده ومعرق كده مرة. خرجنا من مكتب الفيز ورجعنا البيت بانتظار الخبر السار بانه طلعت التأشيرة. طبعا ممكن تطلع، ممكن يرفضوني يشتبهوا علي يقولوا هذا ممكن يسوي لنا مصايب في دولتنا ما نبغاها، بس الحمد لله بشتركم بعد مرور الايام وصلنا القرار بالموافقة. عاد تخيل شكلي كده وانا ادخل عند مكتب الفيز في القنصلية البريطانية يقولوا لي الله يهينك ما انا باك تدخل دولتنا. مرت الايام وجاء موعد سفرتي. دخلت غرفتي من الباب هذا، دخلت لقيت شنطة قديش كبرى هنا محطوطة. فتحت الشنطة لقيت امي حطت لي معمول وحطت لي كامور. امي انا فين رايح؟ والله في اكل عندهم. واتجهنا على المطار انا وابويا وامي، وافتكر اخر لحظات الوداع. لحظات الوداع يا شباب مؤلمة. بطالع في امي من بعيد وبسوي لها كده خلاص انا رايح راكب الطياره، من بعيد تسوي لي كده حما تدعي لي، وبدت الدموع تنهار من عيناي، دموع الحزن، دموع الفراق، دموع التماسيح. كنت مبسوط من جوا اللي بسافر. معليش امي، والله معليش. بس الصراحه الصراحه لما شفت امي كده من بعيد تودعني والله حزنت. والله الشعور هذا يعرفوه المبتعثين كثير. المهم بكم ركبت الطياره من جده لهيثرو في لندن، رحله مدتها تقريبا 6 ساعات ونص حاجه زي كذا. واخوكم في الله اخذ اخر مقعد في الطياره. طبعا من مميزات اخر مقعد يا شباب الراحه، انك تقدر ترجع المقعد على وراء ولا في احد وراك يضايقك ولا شيء، وتنام وتنبسط. طبعا انا وقتها ما نمت، مستحيل انام، انا مسافر بريطانيا. وهنا نجي للجزء الاسود من القصه، لما يجيك حمام في رحله مدتها 6 ساعات ونص، وانا انسان ما احب حمام الطياره، كانت 6 ساعات مليئه بالالم. الله المستعان، والله ما ادري كيف صبرت. خلاص انا اللي كان مصبرني ان انا رايح بريطانيا، انت مجنون، انا رايح بريطانيا. نزلت من الطيارة وهنا كانت اول صدمة حضارية، لما ابدا اشوف المناظر ماني متعود عليها يا شباب، انتوا فاهمين انا اقصد هذا بنت ولا ولد؟ نزلت من الطيارة ورحت عند يسمون الجوازات اللي يدخلوك الدولة. طبعا انت دحين اخذت التأشيرة، بس هذا مو معناته انك تخش الدولة، يعني لما توصل عند الدولة ممكن يشتبه عليك الموظف حق الفيز او حق الجوازات ويقول لك ارجع طيارتك. يرجع فين ما كنت، فلوسك كلها تطلع الفاضي. طبعا انا وقتها كنت رايح بفيزا سياحيه. حلو، الفيزا السياحيه ما تخليك تقعد في بريطانيا فتره طويله. فيزتك السياحيه تسكن في فندق الله لا يهينك، يعني انت اوريدي عارف انت فين تبغى تروح وتمارس نشاطاتك السياحيه وترجع بلدك. اما تقعد تشتغل ولا تقعد تدرس هذه مصيبه كبيره، وانا كنت وقتها رايح ادرس. وابويا كان محفظني الكلام، لما توصل عند الفيزا يا ولدي قول لهم نو سبيك انجلش عشان يدخلوك، لانه حققوا معاك حيعرفوا انك انت جاي تدرس وراح يرجعوك بلدك. ما افتكر ليش انا اصلا ما طلعت فيزا دراسيه، بس اتوقع انها كانت اغلى يا شباب. والله ماني متاكد صراحه. المهم اني طلعت فيزا سياحيه. وصلت عند موظف الجوازات طلب مني الباسبورت. اكسكيوز مي، اوكي ابشر خذ. انا وقتها ما عندي انجليزيه كويس، انجليزيتي على قد حالي. باسبورت بليز، اوكي باسبورت. بدا يسالني السؤال الاول، واتس يور نيم؟ ماي نيم از عمر عبد الرحمن. وانا وقتها كده انفض يعني، ويسال السؤال اللي بعده وانا ابدا اعرق واحس الثواني كأنها ساعات. لحظات صعبة يا شباب، يعني بعد الله بعد الله ممكن هذا يرجعك بلدك. يقول للأمن أنا اشتبهت في هذا، هذا شكله مو عاجبني ببساطة. وكثير صارت ترى بالمناسبة. Where are you from? Where مدري where مدري، أسئلة أسئلة إلين بدأ يخش في العميق. How long are you staying؟ أفتكر السؤال إنه كم أنت قاعد. قلت له One month. أبويا محفظني. What are you doing here؟ أوبا أنت إيش قاعد تسوي هنا يا عمر؟ ديو له مخرج 7. No English. بدأ يسألني السؤال بطريقة تانية. You come UK.
What? No English. أنا متمسك برأيي. طالع فيني قال لي No English. قلت له No English. طالع فيني ورد علي برد ما توقعته أبدا، ولم أضرب له حسابا، ولا أبوي لم يضرب له. أبوي ما حفظنا احنا الرد هذا. قال لي تحدث بالعربية فأنا أجيدها. أنا وقتها بلعت ريقي وبدت الحان لا لا تعزف داخل عقلي. متنا خلاص، رجعت السعودية لسه ما تعنيت. حاولت اتماسك نفسي وبين ان انا ماني متوتر. لقد جئت للسياحة. واين ستقيم؟ انا كنت وقتها حاجز عند اسرة. طبعا في بريطانيا موضوع السكن صعب، انت كطالب تسكن في فندق، تسكن في فندق كل يوم تدفع 500 ريال، واو نهاية الشهر كم تطلع عليك. فتضطر تسكن مع ناس، ناس يكون عندهم بيت، يكون عندهم غرفة فاضية، تقول لهم الله لا يهينكم بسكن في الغرفة هذه، تدفع لهم في الاسبوع 500 ريال، 400 ريال بس اكثر شويه ممكن. قلت له انا ساكن عند هذا العنوان وما ادري ايه. قال لي طب يعني انت ايش وديك من هذا العنوان؟ انا بدأت اتوتر اكثر. كفشني كفشني. قلت له هذه صديقتنا نعرفها من زمان، واتكلم بالفصحى. هو ما يتكلم الا فصحى طبعا، ما يعرف انه عربي، عربيته مكسره. هذه صديقه العائله وهذه حسنا حسنا. ختم لي، شافني مره متوتر ختم لي، قال لي تفضل. قلت له اوكي، اخذت الجواز تبعي ومشيت. بس عديت الجوازات دقيت على ابويا قلت له يس دخلت بريطانيا يا ابويا. افتكر ابويا وقتها صار يصرخ يا ابو مبروك مبروك. فالدرس الاول عندنا في هذه الحلقه، لا تتوتر مع موظف الجوازات وخليك متماسك زيي عشان ايه تمشي امورك ولا ترجع بلدك. وانا انتظر الشنط رجع لي الشعور اللي كنت اعاني فيه في الطياره، رجع لي الحمام. نسيت انا اصلا انه انا كنت ابغى الحمام مع التوتر اللي عند الجوازات. افتكرت اني ابغى الحمام فاستلمت الشنط بسرعه لانه مره ماسكها 6 ساعات. عاد انتوا فاهمين كيف النظام يا شباب. رحت الحمام حق المطار، دخلت ودخلت شنطي معاي، 500 شنطه دخلتها كده جوا الحمام، حشرتها كده فوق بعضها عشان ما تنسرق. اما خليها برا الحمام والله تنسرق، انا خايف. جلست على الكرسي في امان الله ومبسوط، لحظات كانت سعيده جدا الين انتهيت من العمليه. وطلعت يساري وطلعت يميني، وهنا أخذت أول كف لي في بريطانيا. ما في شطاف، أوبا شطاف ما في. وهذا يودينا للدرس الثاني يا شباب، لما تروحوا حمامات في أوروبا جيبوا معاكم قارورة موية الله يهينكم عشان تمشي أموركم، قارورة زي هذه ولا حتاكلوا هوا زيي. لحسن الحظ كان معايا قارورة موية، الحمد لله مشيت فيها أموري وطلعت من الحمام. وهنا جينا لأول عقبة. طبعا أنا لاحظوا أن أنا نزلت في لندن، ومن لندن لبرايتون 2 ساعة بالسيارة تقريبا. وهنا عمر ارتكب أول غلطة، ركب تاكسي. أخوكم في الله حسب الموضوع زي جدة مكة، من جدة المكة ب 150-200 ريال. يلا 2 ساعة قعدت في السيارة انتظر، ولما وصلت قال لي التاكسي تفضل. الحساب قلبي وجعني، الحساب 1000 ريال، 200 باوند. صلى على النبي صلى على النبي يا ابن الناس، 200 كيف بدأت اتكلم عربي انصدمت. والله فعلا طلع الحساب 200 باوند، وراني الجهاز انه كيف العداد. الله ربي افتكرت اول ما وصلت لما شفت التاكسي من كثر الخوف صورت لوحه سيارته قبل ما اركب، خفت تخطفني. فالدرس الثالث معانا اليوم انه في بريطانيا الله لا يهينكم ما تستخدموا التكاسي ابدا، لانه اسعارهم نار. خذوا يا القطار يا البصر. بس الحمد لله كل دقه بتعليمه. وصلت للوجهه المنشوده، بيت الاسره اللي حاسكن عندهم. دخلت البيت استقبلتني الام اللي في البيت الله يعطيها العافيه، امراه مسلمه مره كانت طيبه. استقبلتني وودتني لين غرفتي. طبعا كان البيت عباره عن بيبان جنب بعض، وكل باب عباره عن غرفه طالب من الطلاب. لين ودتني انا باخر باب كان في الكورنر، وفتحت باب الغرفة عشان أشوف غرفتي. وهنا كانت صدمة من أقوى الصدمات في حياتي حرفيا يا شباب. غرفتي كان حجمها قد كده، بس هذه المساحة، هذه عبارة عن سرير هنا في الكورنر ومساحة هنا باليلا أصلي، عشان أصلي لازم أدف السرير شوية. غرفتي كانت 1.5 متر في 1.5 متر تقريبا، ما أدري مترين في متر. أنا أنسدح، راسي يصقع في الجدار ورجلي في الجدار الثاني، كنت لازم أنكمش وأنا نايم. ما كنت عارف، كنت على أساس إنه والله فلة زي نظام الفنادق، غرفة كبيرة، ما كنت أعرف إنه غرفة طلاب زي كذا. وهنا نوصل لدرسنا الرابع، لا تتوقع الكثير، وراح تشوفوا في أحداث القصة ليش لا نتوقع الكثير. أنا جاي مسافر شايف الأفلام، على بالي حعيش حياة زي حياة الأفلام.
من اولتها كده غرفه قد يدي كده مده اوصل الجدار. طبعا معروف ان البيوت في بريطانيا او اعتقد اوروبا عموما ما فيها مكيفات. لما وصلت كان وقتها ليل تقريبا الساعه 9 المساء، وكان وقتها لازم انام لاني جاي من رحله طويله ومتعبه، كنت مره تعبان. بالفعل استلقيت على سريري في امان الله، ومرت ربع ساعه بديت اغفو خلاص الا شويه اسمع صوت مويه عند اذني. فتحت عيني طالع يمين يسار، بعد البحث والتقصي اكتشفت انه هذا الصوت طالع من الحمام، انه اللي يستخدم الحمام صوته يوصلك في الغرفه لانه ما في مكيفات. اخونا في الله خلص الحمام، الطالب شكله اللي ساكن جنبي جاته عمله في الليل، خلص حمامه ورجع نام وانا كملت ونمت. صحيت من النوم وعلى اساس انه يلا ابغى اكتشف المدينه، قمت فتحت الشنطه تبعي، طلعت ادوات المعجون ومدري حق الاسنان، وطلعت لي كم لبس ورحت الحمام فرشت اسناني وزبطت اموري. طبعا برضه الحمام ما في شطاف للاسف، انا تعلمت من الدرس، جبت معي قارورة مويه، وعلى طاري قارورة المويه تراني عطشت دقيقه بس. طلعت من الحمام ورحت غرفتي وقفلت الباب وبديت ارتدي ملابسي. وهنا حناخذ الدرس الخامس. ايش صار يا عمر حمستني؟ فجاه اسمع صوت صراخ في الغرفه اللي جنبي. سويت انا وقتها كان يوم السبت الصباح، والظاهر انه الطلاب كانوا نايمين يوم ويكند يبغوا يرتاحوا من تعب الاسبوع، بس انا ما كنت عارف انا ايش سويت. مع الوقت طبعا عرفت انه البيوت في بريطانيا يعني عشان ما في مكيفات فالاصوات عاليه، فانا لما قفلت الباب لازم اقفل بشويش ولا حصحى كل البيت. والله خفت وقتها يا جماعة الخير، بسرعة كده لبست وهربت من البيت. ايش يا اخي بتضربني دي اللي تصرخ؟ ايش العيشة هذه اللي كلها صريخ في صريخ؟ انا ما صدقت اهرب من امي في جدة، تجي تصرخ علي يا قليل الادب تهرب من امك ها؟ فالدرس الخامس عندنا انه في بريطانيا البيوت هي المكان الهادئ وبرا هو الصخب. عادة في الدول العربية في البيت الواحد ياخذ راحته ويقول يا حبيبي وينبسط، لكن برا لا، برا في البيوت هو مكان الهدوء. عشان كده اصلا لما كنت اسافر بريطانيا كنت ما اصور مقاطع كثير، لانه لما اصور مقاطع انا بزعج كل الناس اللي حواليا، فاقعد في البيت خليك محترم او روح فندق الله لين هناك كح 500 ريال. طلعت من البيت اول شيء سويته، طبعا متعلم انا ابويا مزبطني كويس، فتحت جوجل ماب وسويت سكرين شوت على المكان عشان احفظ انا فين موجود، عشان بعدين لما ابغى ارجع ما اضيع البيت. وطلعت بديت استكشف الحاره، قعدت امشي تقريبا لمده 10 دقائق ادور على بقال عشان ابغى افطر، ابغى اشتري فطور واكل. 10 دقائق ادور لقيت نفسي بدور في نفس المكان، بيوت ورا بيوت ورا ما في احد، مدينه خاليه من الناس وما في بقايل ما في محلات. يهو فين الافلام والزحمه والصخب الظاهر انه كان بدري مره، ولا المكان اللي انا ساكن فيه ما كان يعني ما في احد. انا وقتها ما كنت عارف ايش اللي صاير. قعدت امشي تقريبا نص ساعه فجاه لقيت نفسي في نص غابه كلها شجر ومخلوقات غريبة تمشي في الأرض. أنا خفت وطلعت من الغابة، ظاهر إني وصلت ضواحي المدينة. طلعت من الغابة حطيت رجلي، والله ما خشوا أنتم مجانين، وبدأت أكمل العملية استكشافية. ما لقيت شيء، تقريبا 45 دقيقة أدور لفت المدينة كاملة، ما لقيت أي محلات ولا لقيت أي بشري واحد. ولما بفتح جوجل ماب بدور على مطاعم بدور على أماكن، ما في مطاعم في المنطقة ولا في مناطق بقايل ولا شيء، كله عبارة عن بيوت. طبعا أنا شو أسوي دحين؟ أنا أبغى أفطر. وهذه كانت أول صدمة حضارية لي، فعلا وقتها واجهت صدمة حضارية لأني كنت متوقع شيء ومضحوك علي بالأفلام، وفي الواقع طلع شيء ثاني مختلف تماما. طبعا الحين أغلبكم يستغرب كيف مدينة ما فيها مطاعم ولا بقى، مستحيل يا عمر حفهمكم، بس خلونا نمشي في الأحداث. وقتها وصلت تقريبا الساعة 9 حاجة زي كذا، دقيت على أبويا أتوقع لا ما صحيته من النوم، والله كان وقتها في الدوام مع إنه كان يوم السبت. كيف كان لا والله ذاك اليوم كان صاحي بدري أبويا. قال لي هلا عمر كيف حالك إن شاء الله. قلت له أبويا رجعني يا عمر، انت من جدك يا عمر صلي على النبي، انت دوبك ابويا رجعني، انت فين وديني يا ابويا فين موديني، هذه بريطانيا اللي موديني اياها يا ابويا. قال لي عمر اهدى يا عمر. صرت اصرخ على ابوي لانه وقتها انهرت. تعرفوا اللي صدمه ورا صدمه ورا صدمه، اولها التوتر اللي في الجوازات، ثانيها التاكسي، ثالثها الغرفه الضيقه، رابعها الحرمه اللي تصرخ علي، خامسها ما في بقايل ولا في فطور، وجوع لي تقريبا يوم كامل ما اكلت. تعرفوا مع الطياره اكلت بس اول ما ركبت الطياره، ومن بعدها بطني فاضيه. انهرت على ابويا، وابويا كويس انه تحملني وما مسح في البلاط. قال لي عمر اهدى. ابويا كان عارف انه انا حكمت بدري على الامور لان لسه بالفعل ما شفت شيء، انا كل اللي شفته البيت والشارع. قال لي عمر اسمع
كمل اليوم، لو حسيت نفسك ما انت قادر راح ارجعك لا تشيل هم. قلت له تمام طيب توكلنا على الله. كملت مشي تقريبا مرت ساعة مدري ساعتين وانا امشي في المدينة دي اللي ما فيها ولا احد، مدينة الاشباح، جوالي قرب يطفي. وصلت البيت دخلت غرفتي وقعدت على اللابتوب انتظر ساعة ساعتين لين صارت تقريبا الساعة 10:30 11 زي كذا، وصحيت الام المسلمة اللي حكيتكم عنها بداية القصة. خلونا نعطي الام هذه اسم، ما اعطيناها اسم والله بداية القصة، نعطيها اسم زكية مع انها هي اجنبية ما هي عربية، لكن اسم زكية يليق عليها مرة. يعني كذا شكلها تقول والله هي زكية على طول. Say hello to YouTube. Hey YouTube. ذكية شافتني صاحي من النوم قالت لي واو انت متى صحيت؟ قلت لها والله انا صحيت بدري من اول يعني كذا وقتها مستحي منها ما اعرفها لسه كويس، وهي تحاول يعني تحتضني لانه انا شافتني مراهق صغير وواضح اني ضايع ماني عارف فين الله حاطني. ذكية قالت لي اسمع ايش رايك اخذك كذا لفه في المدينه بعد الظهر واوريك الاماكن؟ قلت لها تكفى والله ما لقيت اي مكان. وبالفعل بعد الظهر ركبنا السياره واخذت لي لفه بالمدينه. طلع الوضع يا عيال مو زي الافلام انه والله اسواق ومحلات في كل مكان، طلع الوضع لا، مناطق سكنيه كذا كثيره كلها فلل وبيوت، وفي النص في شيء اسمه السيتي سنتر. السيتي سنتر هذا اللي فيه كل البقايل والمحلات وكل حاجه، يعني اذا انت تبغى تروح البقاله لازم تنزل من بيتك للسيتي سنتر. رحت السيتي سنتر وهناك بديت اشوف الطبيعه واشوف العالم والناس، وزكيه اخذتني لواحد من المطاعم الحلال، هي مسلم وانا مسلم هي عارفه ان انا مسلم. وقتها اكلت اكله والله يا عيال كانت مره لذيذه، ما ادري هي كانت من جد مره لذيذه ولا انا كنت مره جعان، بس والله استمتعت جدا في الاكله هذيك. وبعد ما اكلنا رحنا للمعهد عشان تسجلني زكيه هذه تساعدني في امور تسجيل، تعرف وهي من دورها كهوست فاميلي انها تعلمني في المدينه. والله هي كانت طيبه، مش اي هوست فاميلي يسوي زي كذا. الله يعطيك العافيه يا زكيه، انا عارف انك ما حتشوف الفيديو ده مره بس الله يعطيك العافيه. وطلعنا من المعهد وراحت ودتني مكان عشان نطلع بطاقه، البطاقه هذه تخليني اركب المواصلات اللي هي القطارات والباصات. افتكر وقتها زكيه بدات تعلمني كيف استخدم الباصات، لانه نظام في بريطانيا عباره عن باصات بالوان مختلفه، كل باص له رقم معين وكل رقم يودي المكان او يودي الحي، فلازم انت تحفظ فين الستوب تبعك او المكان اللي تاخذ منه الباص وكم رقم الباص اللي تاخذه وفين لازم تنزل. عمليه معقده جدا، وكانت ذكيه تشرح لي وانا اسلك لها، كنت وقتها ماني فاهم شيء، انجليزيه زباله وعندي صدمه حضاريه منتهي مره. سلكت لها اوكي اخذت البطاقه حطيتها في جيبي ورجعنا البيت. في الليل قررت اطلع، طلعت السيتي سنتر الساعه تقريبا 6 7 كده، وهنا كانت الصدمه لما لقيت المكان اللي كان مليء بالحياه في الصباح مليء بالاموات في الليل، ما في احد، المحلات كلها مقفله والظلام الدامس. طبعا انا جيت بالباص فاخذت كذا لفه وبدات احس بالخوف كذا، ما في احد واحس انه كذا في ناس يراقبوني مع انه ما كان في احد. والمصيبه جات انه انا كنت اسلك لذكيه بخصوص موضوع الباصات، ما كنت اعرف كيف ارجع، فصرت واقف في محطه انتظار الباص و600 باص يمر ماني عارف اخذ اي واحد فيهم، اخاف اركب واحد واروح اليمن. صحيح كان عندي اللوكيشن في الواتساب بس يعني حتى كنت اوقف الباصات اقول لهم انتوا تودوا هنا، كانوا يقعدوا كلموا بالانجليزي كثير كنت ماني فاهم عليهم، فما كنت عارف اي باص اخذ، فقررت وقتها اخذ تاكسي مره ثانيه شو اسوي ماني عارف ارجع، اوري التاكسي اللوكيشن يوديني عليه. وهنا كانت واحده من الغلطات برضو الفادحه، قعدت نص ساعه واقف في الشارع اشر على التكاسي اللي تمر، ما حد راضي يوقف لي. يا جماعه ايش الوضع؟ كنت احسب انه النظام زي عندنا في السعوديه وفي الدول العربيه، تشر التاكسي يوقف لك يوديك، طلع النظام لا لازم تتصل وتحجز. انا وقتها طبعا ما كنت عارف، الين ربي كذا والله من الله وقف لي تاكسي جاني قال لي انت ايش بك تاشر؟ قلت له ابغى اروح، قال لي اسمع انا حخليك تركب معايا مع انه كذا النظام يعني النظام هنا ممنوع انا اركبك معايا بس يلا حركبك معايا. وبالفعل وداني لين البيت الحمد لله، وقرقشت اتوقع زياده ذاك اليوم من كثر الفرحه. ورجعت البيت نمت، واليوم الثاني صحيت الصباح عشان اروح المعهد. وصلت المعهد المكان المليء بالحياه، المكان مليء بالناس ومليء بالفعاليات الجميله. ابويا قال لي وحفظني عمر لما توصل المعهد لا تتعرف على عرب، الله يخليك عمر ابغاك ترجع تتعلم انجليزي. وفعلا انا وقتها التزمت بكلامه، كنت معطيها وضعيه الاجنبي مع انه انجليزيتي كانت مره زباله بس مش الحال. كان السعوديين يطالعوا فيني من بعيد، هذا شكله عربي صح، شباب عربي عربي، اسمعهم كذا وانا اسوي نفسي مجنون كذا ماني سامع وماني فاهم هم ايش بيقولوا كذا طالع كذا اللي كذا. فالدرس المش عارف ايش السادس مدري السابع في حلقتنا اليوم انه لا تتعرف على عرب او لا تحتك في عرب كثير لما تسافر عشان تتعلم انجليزي او اي لغه ثانيه. يا الله افتكر لما دخلت الفصل اخذت مسحه ضوئيه بعيني على المكان على طول كذا بالنظر، عرفت ثلاثه سعوديين منهم بنتين وولد كذا عرفتهم من عيوني سماهم في وجوههم، هم شافوني قالوا حي الله ابو تركي عرفوا انه سعودي. وكان وقتها في واحد كوري وواحد ايطالي، كان يعني كوكتيل حلو، لقيت كرسي واحد فاضي طبعا
طبعاً وقتها المدرس استقبلني حيا الطالب الجديد عمر. هاي عمر هاو ار يو. فضح اسمي الشعب عرف ان انا سعودي. وتعرفت على اللي كانوا معايا في الكلاس الشخص الكوري اللي بالمناسبة صورت معاه مرة مقطع في قناتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عمر من قناة ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. والشخص الايطالي اللي برضه صورت معاه مقطع ثاني. Guys I want one million. I love you. اللي ما شاف المقاطع هذه نحط لكم اياها تحت في الديسكريبشن، مقاطع قديمة. بصراحة لما بديت احتك مع الطلاب في المعهد حسيت بشعور رهيب. الصدمة الحضارية اللي جاتني بدأت تخف شوية شوية وبدأت احس بالحماس خصوصا مع الانشطة المعهدية. طبعا الشبيبة قلبوها بلوت. يا أشطة الأنشطة اللي تصير في المعهد. فالأنشطة المعهدية ومعرفة باقي الطلاب والأجواء هذه خلقت لي بيئة رهيبة أتعرفت فيها على ناس رهيبين وعشت معاهم ذكريات مرة رهيبة. تخيل إنك أنت تسافر لدولة ومو بس أنت، عشرات الطلاب غيرك يسافروا لنفس الدولة، كل واحد فيكم ساب أهله وساب أصحابه وساب شغله وجايين كلكم لمهمة إنكم تتعلموا إنجليزي. فكل واحد بيتعايش مع الثاني، كل واحد بيتعرف على ثقافات الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عمر من قناة ماكس اتش دي وفيديو جديد. 1 2 3 يا حبيبي. للأمانة الذكريات اللي عشتها معاهم كانت ذكريات جميلة جدا وكانت أيام رهيبة، وإلى الآن أفتكر مشاعر وآخر اللحظات اللي عشتها معاهم في آخر يوم هي في بريطانيا. هذاك اليوم أصحابي في المعهد قرروا يودعوني، لفينا المدينة تقريبا كلها وروحنا نلعب بولينج كان يوم مجنون. وافتكر اخر اللحظات اخر لحظات الوداع والاحضان. ترى الموضوع مو سهل يا شباب، يعني اوكي لا مؤاخذة مو قصدي شيء، لكن اصحابنا اللي نعرفهم في المدن اللي احنا فيها هذول بالنسبة لنا اخوان، بنطلع نضحك معاهم ننبسط، لكن لما بتروح بتسافر مع احد وبتعيش معاه فترة طويلة ترى الموضوع يختلف تماما. انتوا في الدولة هذه ما لكم غير بعض، بتساعدوا بعض سواء ماديا سواء بتسلوا بعض، بتساعدوا بعض حتى في الوجبات وفي المذاكرة. ذكريات كثير عشنا. وحشني صاحبي الإيطالي أنطونيو، أخي أنطونيو. ودعت أصحابي الغاليين، ودعت أصدقائي في بريطانيا، ودعت أنطونيو حبيب القلب. ورجعت للبيت لميت شنطتي لأنه صباح اليوم الثاني كان لازم أتجه للمطار، وبالفعل رحت المطار. وها أنا الآن موجود في جدة، رجعت لأهلي، كان يوم جميل، كان استقبال حافل، سووا لي أهلي كده كيكة حلوة. أول شيء استقبلوني من المطار، بعدين ودوني البيت سووا لي كيكة وحفلة وحركات. كانت أيام جميلة، كانت تجربة رهيبة، تعلمت فيها أشياء مرة كثير. زي ما قلت لكم اكتبوا لي أسئلتكم تحت في الكومنتات، أي سؤال جاء في بالكم بخصوص الأشياء اللي قلتها أو أشياء ممكن أنا ما ذكرتها عشان أجاوب عليها في مقطع ثاني، تستفيدوا وتستمتعوا منه. كذا نكون وصلنا لنهاية مقطعنا لليوم. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وتابعوني في حسابي في الإنستغرام والطالع الآن قدامكم في الشاشة. كان معكم عمر من قناة ماكس اتش دي. خلاص أنا بديت أكلج، بديت أكل الكلام، تعبت كم ساعة ونص بصور. أشوفكم على خير، سلام عليكم. آخ يا أنطوني آخ. يقول جالس لحالي وسط المطر والغيم، شفت لي واحدة أمس قلت لها what's your name، قالت لي I'm sorry my friend أنا متزوجة I am married. قلت لها فوق إني بردان ولفتي فيني شعور بارد. سلام سلام، اسمي عمر زردية من المملكة العربية السعودية، اسم قناتي ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. هنا وصلنا نهاية المقطع، لا تنسى تسوي لايك قبل ما تطلع، سوي لايك واشترك في القناة، واذا ما اشتركت راح تحس بمعنى. يلا سلام.